هلا انا دخلت على دور سيدي هون ما لحقتش ادخل على الدور غير 5 دقايق الهم بيجي بكسر باب بياخذوني من الدور طلعوني حطوني بالجيب بعد ما وصلت فوق الشرطيه بترجع ايدي وبتكلبشني بعدين بتحكي لنا نزل راسك حكيت لها بديش ارجع راسي اللي هو الشرطي اللي هذا الضابط جنبها بلف وبسلخني بوكس على راسي بعديها من وقت ما اخذوني لحد ما وصلت للتحنيه وهم بضربوا فيي امشي من الحارة عشان الجنود لما اشوف الجنود بينزلوا بيطلعوا بخاف ان يجوا ياخذوني يعتقلوني زي اصدقائي بخاف صرت اخاف من الجيش صرت انا من امي عشان بلاش بخاف على امي كثير ما كنتش أعرف حقوقي صرت أعرفهم من هذا المركز يعني كنت أمشي بالشارع أكون خايف بس هلا لما أمشي بالشارع عرفت شو أنا كيف أحكي إحنا من حقنا كطفل نعيش ببلد محررة من دون احتلال تعليم وحقنا الترفيه وإحنا بنتعلم هاي الأشياء عشان نكون عارفين إيش إحنا بدنا نسوي بالمستقبل يعني لازم إن إحنا لما ياخذونا إلنا حقوق ممنوع يضربونا اذا حدا بضربك لازم ترفع عليه قضيه مش لازم تسكت له